نعتذر عن التأخير لاستقبال ضيوفنا الأعزاء من تونس الشقيقة، لكن أهلا وسهلا بكم بكل ما تعنيه هذه الكلمات الجميلة، بكل ما في الأرض من أشجار وعدد ما نزل عليها من أمطار. بوجودكم معنا ازدانت بنا الأنوار. كل الترحيب والتحية لكل الضيوف الأعزاء، ضيوفنا الأعزاء الكرام. في حفلنا المبارك نحييكم بتحية من القلب يطيب شداها مسكا وريحانا، وتحمل في طياتها حبا ووفاء. تحية أهل الجنة يلقونها السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضورنا طبتم وطاب ممشاكم، حضوركم شرف لنا ويضفي على حفلنا المتواضع أنساما وسرورا، فبارك الله في مسعاكم. طبعا شركة تليس لتصدير واستيراد التمور تحييكم في حفلها أو اختتام موسمها الأول، وترحيبا بالضيف العزيز رئيس جمعية الصداقة الفرنسية الليبية التونسية، فأهلا وسهلا بضيفنا العزيز. في البداية نريد أن نرحب أيضا بأعضاء المجلس البلدي جنزور، فتحية لأعضاء المجلس البلدي جنزور. بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح حفلنا بخير ما يفتتح به، فالقرآن يفتتح وكلام ربي منهاجنا، آيات من الذكر الحكيم تتلوها صفاء الهنجاري، فلتتفضل. الجنسية التونسية الليبية ومؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام ومؤسسة تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ليبيا، وسيد عضو بلدية زنزور عبد السلام بن غرسه. كما يسرني أن أرحب بسادة وزراء السيد خليفة ساروي وزير التعليم، والسيد محمد الزازوي وزير رعاية أسر الشهداء، والسادة الحضور. الحمد لله بتوفيق من الله تم تأسيس هذه الشركة منذ عام قادم، وبتوفيق من الله سبحانه حققت هذه الشركة اسما في أسواق الليبية ونسبة مبيعات جيدة، كما تم تخريج عدد 45 من الفنيين في مزارع تطوير النخيل، وذلك في مزارع شركة تليس بمدينة ودان الجفرة. وشكرا كل ونشكر بلدية زنزور لاحتضاننا واحتضان هذه الشركة، والسلام عليكم ورحمة الله. نشكر الأستاذ صلاح مونة مدير عام الشركة لمجهوداته الحقيقة اللي يبذلها في الرفع من هالشركة هذه، سواء في هالموسم هذا أو مواسم فاتت أو مواسم قادمة إن شاء الله، نتمنى لها المزيد من البذل والعطاء. طبعا الكلمة الآن، حللت أهلا وتسهلا، فأهلا بك بين إخوانك وأخواتك بمدينة جنزور، مدينة السلام. سعداء بتواجدك معنا ضيفنا الكريم، أعمق الشكر وأزله، نرحب بكم من أعماق قلوبنا ونستقبلكم بكل معاني الأخوة وعواطف التقدير والإعزاز والاحترام. الكلمة الآن لرئيس جمعية الصداقة الفرنسية التونسية الليبية الأستاذ جمال القيرواني، فليتفضل. السلام عليكم. أنا سعيد جدا بوجودي معكم اليوم، كانت مصافحة مع الأخوة في ليبيا بصفة عامة، وفي نطاق المساعدة للأخوة في ليبيا وعلى جميع الأصعدة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، كان لنتواصل طبيعي مع شفنا أحسن ما يمكن التعامل معه في ميدان النخيل هو الأستاذ صلاح ومؤسسة تليس، لما لها من جودة وما تبذله في مجال النخيل ومنتجات المصاحبة. وقعت اتفاقيات مع تليس على أساس بعثنا مكونين باش يشوفوا عملية الإنتاج من أليف ولاية، لأن احنا شفنا اللي المنتوج، وهذه بشهادة الفنيين والمهندسين اللي جاوا، اللي المنتوج الليبي في النخيل ممتاز جدا، ممكن حتى
حسب ما قال لي الأستاذ السبتي اللي عندك منتوج أجود من المنتوج التونسي. يعني هذا كويس جدا، إلا أنه فيه بعض مشاكل بتاع تعاطي والتعامل مع النخلة، ممكن فيه شوية غلط. احنا بحول الله تمت المصافحة مع المنتوج تاليس، وقع تصويب بعض كيفية التعاطي مع النخيل من البداية حتى النهاية، الماء، استعمال المواد الكيميائية، استعمال الأسمدة، التعليب بشكل أن يكون منتوج مطابق للمواصفات الدولية. هذا الغاية متاعنا مع مؤسسة تاليس، التسويق في الأسواق الدولية، وإن شاء الله يعني المهمة تمت والإفادة والاستفادة تمت، وإن شاء الله باش يكون من أقوى المؤسسات الموجودة عندنا في ليبيا هي مؤسسة تاليس في الأسواق العالمية. احنا وعدنا السيد صلاح أن باش يكونوا موجودين بحول الله في المنتوج الجاي في الأسواق الدولية بالمواصفات الدولية، اللي هذه أهم حاجة احنا سعينا لها في تعاوننا مع تاليس، ومن خلال تاليس نتعاونوا مع كل المنتجين بالمنطقة. أهلا وسهلا بمدينتكم العزيزة، وأهلا وسهلا بكم، وإن شاء الله في محطات مقبلة إن شاء الله في مجال تعاون مستقبلي في الميادين كما قلت الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. السلام عليكم. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الرسالة الأولى لحراك لال التمديد حراك محمود جبريل وعارف النايد. هذا الحراك له أجندة مسبوعة خرج علينا في الماضي بأنه لا يريد التمديد إلى المؤتمر الوطني، وتفاجأنا بعد أن تمت انتخابات ما يسمى بالبرلمان أن رؤوس هذا الحراك لأهل التمديد بالوندي، واحد منهم اسمه الوندي في بريطانيا سفير، والآخر في ألمانيا والثاني في إيطاليا، كلهم سفراء ومناصب. هذا حراك مشبوه ليس له علاقة بالوطن. هذا الحراك يلعب بمشاعر الليبيين، بأحاسيس الليبيين، وبمعيشة الليبيين، وبالحياة الضنكة للليبيين. هذا الحراك مدعوم. هذا الحراك اليوم احنا 5 سنوات نطلعوا من أجل الفساد والظلم الواقع على الليبيين، وهم راكدين في الفنادق ودول خارجية ما فيش دولة في العالم اللي موجود فيها للتمديد، ويطلع لنا عارف النايب سفير الإمارات يقول أنا ندعم في هذا الحراك مشبوه. هذا الحراك قبل أسابيع جايب أنا كسكي والحم وخيم من قرية الليبيين، يلعب بمشاعر الليبيين، الحياة ضكة للليبيين. رقم 2 إلى المجبري الذي فر من طرابلس وقال طرابلس يحكوا فيها الميليشيات. طلعت من طرابلس بوصل فيك حد، سنتين قعدت في طرابلس بوصل فيك حد، ولما I'm going to go to the hospital.
مدينة الشرفاء قتل على أرضها واستقبلت
خيز دماء شبابها، خيز دماء شبابها ماتوا في حرب ضد هذه الكرامة الملعونة. ولذلك بإذن الله تعالى لن تخرجوا منها وستكون مغفرة لكم ولأعيبكم. تكبير. لكن ما نقول لي المدعو السفيه فايز السراج، إنك سفيه ومشبهات قوم عندنا في المنطقة الغربية. من سنة 1952 صناعة الزيت. إيه. الخدمة هذه تعتبر يعني صعبة؟ صعبة. ما زال في من يتعلم فيها تو في السوق هذه ولا القلة تو بدو؟ حتى لو تعلموا ما تعلموش على صح. نقول لك لأن سبب. حتى الأولين هذا اللي يخدموا كانوا هنا واحد وري واحد. أما أنا خديت هنا من اليهود نفسهم. واليهود ليهم 300 سنة يخدموا فيه. يعني عمر الزي الليبي 300 سنة. إيه من حجة تركان الليبي. تبي صبر وتبي كذا وتبي احساس يكون يتعلم الغرزة مضبوط ويتعلم كذا مضبوط، مش هيك مشي حالك. لا لا الإنسان لو يخدم يعلم مصطاع الغرزة تكون مضبوطة، يعلم حتى الغرزة كيف كل شيء. أنا تعلمت من اللوت حتى من الصالح، من الزبون ما خدمتهاش إلا بعد 10 سنين. تصور فرمل سروال وكذا وكذا، وبعد هذه بدعية، وبعدين الزبون، وبعدين الجبة، تدريجيا مش هيك. وتو انا الوحيد اللي قاعد راه في الصنعه حاليا في السوق. السوق كان قديش لك في الصناعه هذه في اليدويه؟ كم لك سنه؟ 250 ضرب حسابي بتو 60. الله يسلمك. يعني حتى تو ما فيش حتى من يبي يتعلم، ولا فيش حد يبي رغبه هيك يتعلم الشيء هذا؟ حتى بيتعلم بيكون صبور ويكون يتعلم هو، ولكن هذا تبي دولة مش ياخذوا القماش وياخذوا كذا ويعطوهم بعض الحاجة. ها أما هيك يقول لك برويطة خيلين فهمت؟ ها هاو فروق تو يخدم على البرويط، يخدموا كذا، يخدم عند الصوص. بي انت ك يعني مصنعيه القله، وقالوا احنا سلمنا السوق اللي موجود الاخير هذا اللي في السوق، ربي يحفظك ان شاء الله. الله يعني شنو الرساله توصلها الخدمه هذه باش ما تموتش، خاصه الخدمه اليدويه هذه؟ كما قلت لك تبني دوله، تتبناها الدوله، تكثر القماش وتكثر كذا، وفيها فساد اول ما يبدو فسدوا. اما هيك مجموعه هيك ما تنجحش إلا تخصص مكان الدولة تدعمها. طبعا ماشي تدعمها. ديوتي غني أغنية يعني ديوتي. مات عمرها عمر قريب 100 عندني، وعرف ريته عرفه اللي هو علم ريته عمره 95 سنة في سنة 1952. هذا يا ما روعة يا أخي. روعة بكل والله العظيم. أنت الخدمة هذه تعلمتها من أبوك وجدك؟ لا من يوقف تلقى نفسك خشيت الفرامل، خشيت قبل الفجرة، ما فجرة وسيبت عندي رغبة لهذه. ايه تخدم فيها. وبعدين اللي تخلفت عليها طيبة في 61 تعينت المطار المراقبة.
قعدت 37 سنه لكن نوصل فيها ما نخدم فيها. وبعدين تقاعدت وليت لها. وطبعا بالنسبه لخدمه اليد هي في الزبونات بالذات الوقت هو احنا عندنا سنه ونص متعالجات من نقول احنا من 2015 متعالجات. زاد الاقبال عليها اكثر من خدمه نص يد ونص ماكينه. بالرغم من ارتفاع سعره لكن سبحان الله الناس كلها جت لها ايوا اليدوي لما الشباب والرجال جت له هو اليد والنص يد اكثر من خدمه ماكينه. زمان قلت كانوا راغبين هو الماكينه العادي وريت لكم الاول تاع 250 تو كلهم يا اما ياخذ نص يد اغلبهم الناس يا اما ياخذ يد تام. السبب ما الله اعلم ممكن اطول لا القماش افضل والخدمه اجود لكن زمان مع قصدي بالرغم من ارتفاع التكلفه نتاعها الا رغبوها اكثر الناس سبحان الله معنا مزاج فممكن معناها واحد من اسباب اللي هو احنا نقول البدله الرسميه يلبسوا فيها في العراس طب يلبسها مره واحده في العرس ولا مرتين في السنه وخلاص وبدت حتى هي سعرها شايط نار فممكن هذا لا يجوا لي هي ان هذا يلقاها في الجمعات ويلقاها في المناسبات الاجتماعيه مثلا يمشي يحضر فاتحه يمشي لمناسبه يكي عشاء فكلها تلبس في زبونات يد بدتها ونص يد ونص ماكينه حاجه جنينه مرموقه ولها بهجتها ولها رونقها وبالنسبه لهي هذه اسمها الفرمه الطرابلسيه الاولى على قماش الهلاجه هذه كلها خدمه يد صافيه وثمنها مقبول للجميع تتراوح ثمنها الفرمه في 100 110 هذه كلها باليد هذه اسمها النقشه الطرابلسيه هي تختلف عن النقشه هي اللي ورثها لكم الاولى هديه هذه بتاعت الموشحات لا مش حتى موشحات قصدي النقش الفرامل كله يجي هيك هذا النقش العادي وهذا النقش الطرابلسي الاصلي الزمني زي توا تقدر تاخذ الفرق بينهم وهذه النقشه الطرابلسيه الاصليه وهذه لا هذه يخدموا فيها اغلبها هون في الشرق او في مصر هي تنخدم وهي ما تنخدمش الا في طرابلس لان خدمه طرابلسيه اصليه ما يخدموشها الا الشابين الاولين وقاعدين في منهم شويه هيك ان شاء الله ربي يدوهم وان شاء الله يتعلموا الصنعه منهم اولاد طب انت تلقى حتى الفرق في الجوده تجي هنا تلقاها ما يبلكش قماش بكل طبعا هذه يقولوا لها الهلاجه فرم لا هي فرم لا طرابلسيه الهلاجه يسموها فيها الثانيه والثانيه هي سكراته اللي فرم لا وخلاص لكن هذه يسموها فيها الهلاجه لان القماش هو المخطط يسموه فيه هذا قماش سكراته الاول هذا قماش برونتو مثلا هذا من القماشات نجيب حاجه ثانيه اللي هو الجرد طبعا الجرد الطرابلسي معروف لونه اما ابيض او الجرد العبياني مثلا معنا هنا الجرد نقولوا احنا لا على البرمه هو هذا يفضلوا فيه هو شعرنا وكان المعروف الله يرحمه في اواخره محمد حسن كان تحشيشه هو ديما تلقاه يلبس الجلود هم البيض هذا يقولوا فيه لا على البرمه ان شاء الله ربي يغفر له دنيا واخره وان شاء الله يصبر عليه لما تساعد طيب هذا ثم فيه جرد طرابلسي الابيض وطبعا في مزار الجرد الاصفر اللي هو زي تو هيك لون هذا اصفر وهذا الابيض وهذا اللي هو فضل فيه اخوتنا طرابلسي اكثر شيء يسموه فلان عضوه طبعا فيه زي ما فيه جلود رجال فيه جلود اطفال شوفوا كذا جالكم واحد جلد اطفال طبعا حتى هم نفس الشيء الاطفال في منهم الابيض طبعا نفس الخامه هذه وفي منهم على الاصفر وطبعا حتى زبونات في زبونات اطفال ممكن تاخذ لهم لقطه هيك والله شوفوا هذا ايه خليه لا اله الا الله هاي ترى لك واحد منهم طبعا هذا نص يد يحبون هون بتاع اطفال طبعا مكتوب عليه واحد مناه عمره سنه يكون يجي عليه من امس ويقول احنا 9 شهور حتى لل 13 شهر